النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. بحضور السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وعدد من قيادات القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين، نظمت جمعية مصارف البحرين لقاء مفتوحا بمناسبة اليوم العالمي للمصارف. لهذه المناسبة أطلقت الجمعية جائزة التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي تستهدف كافة البنوك والمؤسسات المالية بهدف تشجيع القطاع المصرفي على تبني التحول الرقمي وتسليط الضوء على المبادرات البارزة التي تتبنى أفضل الممارسات والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتسريع عمليات التحول الرقمي في القطاع بما يواكب التكنولوجيا المالية الحديثة وبما يخدم التقدم الاقتصادي الرقمي. وخلال الفعالية أكد محافظ مصرف البحرين المركزي أهمية تبني وتوطين أفضل التجارب والممارسات العالمية ذات الصلة بالصناعة المصرفية ككل، إضافة إلى مناقشة فرص النمو والاتجاه الاتجاهات الحديثة ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والخدمات المصرفية المفتوحة والتكنولوجيا المالية وغيرها، كما أشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها جمعية مصارف البحرين في إطار استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026. الآن البحرين متجهة والبنك المركزي متجهة إلى دفع موضوع المنظومة المصرفية الرقمية اللي هي ولت يعني من الأشياء المهمة للمجتمعات. وأنا أظن أن البحرين تحت قيادة البنك المركزي يعني أخذت شوط كبير في موضوع تقديم المنتجات عبر المنتجات الرقمية، ونحن نعتبر من أكثر الدول تقدما في هذا الموضوع. بالعكس فتحنا باب كذلك في موضوع الفنتك ما فنتك وقوانين الخاصة بشركات الفنتك، فإن دال يدل على أن البحرين متجهة بالاتجاه السليم. كذلك اليوم تكلمنا على موضوع التمويل الأخضر أو تمويل المصانع والمنتجات التي تكون صديقة البيئة. كذلك تكلمنا اليوم في هذا الكلام أو في هذا المؤتمر، وكذلك أشار سعادة المحافظ على موضوع تقديم التمويلات لصغار المستثمرين ومتوسطي المستثمرين اللي احنا نقول يعني small medium enterprise اللي هي تعطيك دفعة قوية للاقتصاد. طبعا اليوم العالمي للمصارف، احنا فخورين في جمعية مصارف البحرين ان تأسس من قبل مبادرة من الجمعية، وطبعا بجهود من وزارة الخارجية والذي حصل على يعني أغلبية الأصوات في الأمم المتحدة، وإحنا جدا فخورين أن يكون اليوم العالمي في العالم كله وأنشئ من مملكة البحرين الصغيرة في حجمها الكبيرة في إنجازاتها والكبيرة يعني في كل الأمور اللي هي تحققها من الاستدامة ومن التطور الكامل في البحرين. يعني طبعا قطاع التكنولوجيا المالية، قطاع الفنتك، وهو اليوم من أحد أهم القطاعات اللي احنا نركز عليها من ضمن استراتيجية اللي أطلقناها في مصرف البحرين المركزي لتطوير قطاع الخدمات المالية في الخمس سنوات القادمة. فطبعا التكنولوجيا الحديثة هي قاعدة تغير نمط الأعمال البنوك التقليدية عالميا، فمن المهم وضروري ان احنا يعني نكون سريعين ونستثمر في هذا القطاع على أساس نحن نحافظ على مكانة البحرين كمركز رائد في مجال الصرافة. دشنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية تطبيق سهل مؤخرا لتوفير الخدمات المالية الرقمية لعملائها. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الله بوخوة أهمية مثل هذه التطبيقات في تسهيل الخدمات للعملاء. البحرين للتسهيلات التجارية أطلقت برنامج سهل اللي هو تطبيق إن شاء الله راح يبسط ويسهل عمليات المالية وغير المالية لعملائنا. التطبيق يعني عملنا عليه بالشراكة مع الكثير من الجهات المعروفة محليا وعالميا مثل شركة كود بيس، شركة أطياف،
عندنا أمازون، تعاوننا مع شركة البنفت والترابط، وطبعا الهدف أن العميل عميل شركة التسهيلات بيقدر يدخل بكل سهولة في التطبيق، بيقدر يطلب القروض، بيقدر يدير القرض اللي عنده، بيقدر يطلب له بطاقة ائتمان، يدير البطاقة، طبعا حتى بالنسبة للخدمات التأمينية موجودة على التطبيق. وفي المستقبل أيضا راح نتوسع إلى الشركات الأخرى اللي تحت مجموعة التسهيلات مثل السيارات والعقار، وبنلقى إن شاء الله مفاجآت حلوة في التطبيق. وتعاوننا طبعا أيضا مع شركة ماستر كارد، فجميع الميزات الموجودة لبطائق حاملي بطائق ماستر كارد اليوم بتكون في تطبيق واحد، سواء كان مثلا الدخول في صالات المطار، التخفيضات على بعض المواقع مثل booking.com وغيرها من المتاجر، كلها عن طريق نفس التطبيق، بدل ما الزبون بيحول من تطبيق لتطبيق وموقع موقع حق التخفيضات والأوفرات، بيلقى كل يعني الأوفرات في مكان واحد. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.